السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن خالدي من قناة دحوم فور كارز. أخي الكريم، أتمنى منك الاشتراك بالقناة، وأخي المشترك أتمنى منك دعم القناة. ويسعدني أخي الكريم أنك ضيفني على حسابي بالسناب شات إذا حاب تتابع أسعار السيارات والسيارات الجديدة. هذا هو حسابي بالسناب شات، صور الشاشة وضيفني. زي ما تشوفون أخوة الكرام، اليوم بسوي لكم تغطية تويوتا هايلوكس غمارتين 4x2 أو دفع خلفي بالمختصر اللي بدون دبل، موديل 2020، طبعا فئة GLX. نبي نتكلم عن أهم المواصفات والمميزات الموجودة بهذه الفئة. على فكرة عندنا فئة GLX 2 وعندنا فئة GLX العادية، والسيارتين موديل 2020 وارد شركة عبد اللطيف جميل. نتكلم عن المواصفات وأهم المزايا. سعر GLX 2 87500 والGLX العادية 84500، فرق 3000 ريال. يعني بالمختصر مفيد الاسم الدارج اكثر ان هذا الهيلوكس الجنوط وهذه الطيس. نشوف هل فقط اختلاف الجنوط والطيس ولا في فروقات اكثر. المحركات واحده اللي هو 2.7 2700 سي سي 4 سلندر 164 حصان، محرك بنزين طبعا 4 سلندر غير عادي 5 سرعات يدويه، نظام الدفع خلفي. المواصفات الخارجية، السيارتين من الأمام تحتوي على نفس الشيء، صدام ستيل أمامي، صدام ستيل أمامي، كشاف ضباب، كشاف ضباب، الشبك كروم، الشبك كروم على الفئتين. ننتقل إلى الجنوط. طبعا هذه جنوط إضافية من وكالة أو وكيل شركة تويوتا عبد اللطيف جميل، مقاس الكفر 215 65 16. وعلى فكرة هنا نفس الشيء، حتى أنه نفس الكفر نفس المقاس نفس كل شيء، لكن اختلاف أنه هنا الطيس هنا جنوط. وزي ما ذكرت هذا إضافة من الوكيل، منتج معتمد بالأول خير من تويوتا، يعني الجنط هذا بالأول خير من تويوتا، ما هو يعني جاء ضاربة لك من مصنع ثاني ولا شيء تجاري 200% ولا شيء مضروب. عموما السيارتين عليهم خطوط جانبية ما بينهم أي اختلاف نهائيا، زي ما تلاحظون هذا الخط الجانبي وهذا الخط الجانبي. هنا السيارتين طبعا فيهم اشارات مراية زي ما تلاحظون، مرايات كروم، شعر هايلوكس على الابواب بالسيارتين، المقابض كروم بالسيارتين. برضو في اختلاف لو تركزون ان حواف الزجاج هنا باللون الاسود وهنا جاية باللون الابيض. نروح للخلف. طبعا السيارتين عليهم تلبيس بالحوض حماية زي ما تلاحظون، مع جناح خلفي بلمة بريك لمبة فرامل. ومن الخلف السيارتين نفس الشيء، لكن لاحظ هنا مسجل GLX وهنا مسجل GLX 2. صدام ستير خلفي، صدام ستير خلفي، حساسات خلفية إضافة من الوكيل بالسيارتين موجودة. برضو في اختلاف لو تركزون زيادة، أو ما أدري بيوضح معكم بالكاميرا لا، إن GLX 2 لونها أبيض لؤلؤي والGLX العادية لونها أبيض عادي. صرفية الوقود بالسيارتين نفس الشيء، ما في أي اختلاف. الآن ننتقل إلى المواصفات الداخلية. خلونا نبدأ أول شيء بالGLX العادية اللي هي معروف أنها مراتب متصلة. طيب بسم الله. طبعا السيارتين ريموتهم واحد، هذا أي واحدة، هذا مفتاحها، طبعا مفتاحهم واحد، إغلاق فتح نفسه ما في أي اختلاف. هذا من الداخل، ركز على المحتوى اللي بذكره لأني أرجع للGLX 2 ونتكلم عن الاختلافات. هذا من الخلف. طبعا الGLX العادية تفتقد إلى التكاية الخلفية ومراتبها الأمامية متصلة. بسم الله. شنو السيارة؟ هذه السيارة من الداخل، طبعا مقاعدها قماش باللون الأحمر، حتى نوعية التصميم المقاعد ترى مختلف من هنا وهناك، أتكلم عنها بالكامل. طبعا الباب يجي باللون الأسود، هنا نلاحظ هنا قماش، عندنا فورميكا تخشيب إضافة من الوكيل، الزجاج كهربائي، المراية كهربائية، عندنا حاملة أكواب، وبرضه هنا كل شيء باللون الأسود، ما في لون رصاصي، عندنا الحساسات طفية وشغلة من هنا، كشاف الضباب إضافي من الوكيل. الدركسور رباعي، عندنا تحكم بالنظام الصوتي، الأوامر الصوتية، تحكم بعداد الرحلات يجي باللغة العربية، هذا هو. طبعا عندنا سي دي، منفذ يو اس بي، منفذ يو اكس، النظام الصوتي. طبعا مكيف يدوي من 4 سرعات، نظام تراكشن،
عندنا هنا منفذ طاقة، الجير عادي من 5 سرعات. طب ليش نقول مكيف يدوي؟ لان تحكم في يدوي. بنروح بعد شوي ونشوفها ونصورها. المراتب الامامية متصلة زي ما تشوفون، الهاند بريك حق السيارة، راية الداخلية عادية ليس التعتيم، الشماسات طبعا عادية، شماسة الراكب والساق بدون مراية، بيت النظارة، نوار السقف، طبعا فتحة تبريد في الدرج الامامي. وبالنسبة لمواصفات الامن والسلامة، فرامل ABS، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات، ارباك للسائق والراكب لركبة السائق، وعدد 5 احزمة امان. صحيح الحين بيجي واحد يقول يا اخي طيب مراتب متصلة ما هي 6، ما ادري، نظام السيفتي عندهم خلوها 5، يعني حقيقة رسميا ما هي تعتبر مرتبة يعني تستفيد منها رسميا. الا عاد تبي تخالف القانون تركب واحد في مكان غير مكان، هذا شيء ثاني. الحين خلصنا من الجيل اكس العادية، اللي بننتقل الى الجي ال اكس ال 2 اللي هي مطورة، فيها اضافات اكثر اكيد نتكلم عنها. طبعا زي ما ذكرنا انها ريموت، هذا هو صرفيتهم. صحيح ما تكلمنا عنها، كل لتر بنزين يمشيك بالثنتين 10.4 كيلو. هذا السيارة من الداخل نلاحظ ان في من جد ظهرت اختلافات. عندنا التطعيمات اللي باللون الرصاصي، المقبض اللي جاي بلون الكروم من الخلف، هذه اللون الرصاصي موجود، المراتب منفصلة وبرضه فيها تكاية بالوسط زي ما تلاحظون، عفوا فيها تكييف خلفي وتكاية، فيها تكاية برضه بالوسط هنا، مقاعدها نفس اللون لكن تيجي تطريز دايموند شكلها مختلف شوي. يعني لاحظنا اختلافات كثير الى الان، في اختلافات واضحه. بسم الله. طيب تكلمنا في لون رصاصي زياده عن الجيل اكس العاديه، خلينا نطفي الفليشر. عندنا برضو اللون الرصاصي على الطبلون، ما هو موجود ذيك الفئه. حتى الحين نتكلم عن المكيف، لأنه اشتغل على طول. ليش اشتغل المكيف على طول؟ الحين نتكلم وش الميزة اللي فيه. الحساسات كشف الضباب برضو إضافي، الدركسل نفس الخصائص الموجودة هنا وهناك، لكن هنا كأني لاحظ رصاصي، خليني أتأكد. لاحظ تطعيم الرصاصية موجودة هنا، هناك أعتقد ما في تطعيم رصاصي على الدركسون. لا موجودة نفسها، عشان ما نظلمها ونقول شيء وهي يعني موجود هنا وهناك. تعبناكم، اخذنا وقت منكم. طيب وش عندنا بعد مواصفات؟ عدد الرحلات موجود، نفس التحكم بالدركسون موجود، كل شيء موجود. النظام الصوتي موجود بالسياره طبعا، السي دي منفذ USB UX نفس المسجل. لكن انتقل للتكييف، لاحظوا التكييف جاي لمس اوتو على عكس ذيك يدوي. وليش قلت لكم ركزوا على كلمه يدوي؟ لان هناك فرار، هنا لا، تضغط زر اوتو على حسب حراره الجو يبرد لك السياره. طيب ايش عندنا بعد؟ عندنا منفذ طاقة، جهاز تراكشن الى اخره. تعتقد ان خلصنا؟ لا لسه في ميزة ما هي موجودة هناك، صراحة انا نفسي تسوى 3000 الفرق يعني حتى بدون جنوط. عندنا تبريد المقاعد الامامية ما هي موجودة هناك، فهذه ميزة تبريد المقاعد الامامية، فيها تبريد ما تشوفونه مخرمة. الجير عادي، ونلاحظ ان حتى تصميم الجير جاي جلد، تطعيمات الكروم والرصاصي اللي حول اطار الجير كلها موجودة هنا ما هي موجودة هناك. تكاية بالوسط وبرضه تجي جلد، هذه في حامة الاكواب، حتى من الجوانب في حامة اكواب. فتحة تبريد بالدرج اكيد موجودة للسيارتين. طبعا بيت النظارة، شماسة السائق ما فيها مراية، شوف شماسة الراكب فيها مراية برضه، في مراية. والله في اختلافات، يعني 3000 تدفع وانت تضحك اذا انت انسان مهتم بالمواصفات. اما انسان والله بحط تكاية عشان احط كاسيت، تبي تحط لك تكاية عشان تعبي كاسيتات، هذا شيء ثاني. اما والله تبي شيء مرتب شغل مضبوط، هذا الشغل المضبوط. وسبحان الله شفت الكلام الحين قاعد انت برضو ممكن تستغرب، الفئه هذه على فكره تمشي اكثر من هذه عشان بس المراتب. في ناس يقول لك جنوط وما جنوط وطيس ما ادري ايش. عموما هو يعني انا عن نفسي حتى لو اني احب، انا صراحه احب الهيلوكس الطيس اكثر من الجنوط، لكن عن نفسي صراحة إذا باخذ يعني باخذ الجنوط وبدلها احط لها طيس جنطة سود وانتهى الموضوع. على الأقل فخامة، عندنا ايكو مود، باور مود، كلها موجودة.
الهاند بريك. فعموما اخوان الكرام طبعا بالشكل السريع وجميل وش الاختلافات؟ الاختلافات على المستوى الخارجي، تكلمنا الجنط مختلف، تكلمنا اطار النوافذ مختلف بيجي باللون الاسود، تكلمنا انه برضو هنا مسجل على جيلكس 2. عندنا المستوى الداخلي اللون الرصاصي اللي على الابواب اللي على الطبلون زي ما تلاحظون، المكيف لامس، تبريد المقاعد الاماميه، التكايه بالوسط، فتحات تكييف خلفيه والتكايه بالوسط موجوده، تصريز المقاعد برضو مختلف. فبالاول والاخير شيء يرجع لك انت، اختار سياره تناسبك اذا انت من عشاق الهايلوكس. سياره جميله، سياره عمليه، ما يحتاج انا اقعد امدح فيها، سياره هي تمدح نفسها، سياره تاريخها عريق، تاريخها كبير، يعني مستواها اكبر ان انا قاعد امدح فيها صراحه. طبعا المحركات اللي تجي على الهايلوكس للاسف ما يجي الا الفئات هذه الزينه، ما يجي عليها الا بنزين. الديزل ما يجي الا على الهندل فقط لا غير، ليش انا ما ادري صراحه. اتمنى اشوف من هذول محركات ديزل حتى يجي ضار، اعتقد انه جرجي 6 سرعات، فانا اشوف الشيء مميز. مواصفات السلامه السيارتين نفس الشيء، فرامل ABS، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات الباك للسائق والراكب لركبه السائق، وعدد 5 احتمالات. هذه ابرز المواصفات الموجوده بالسيارتين. اتمنى السيارتين تعجبكم اخوان الكرام، اتمنى ما اكون طولت عليكم، والسلام عليكم.